اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين افضل الصلاة وازكى التسليم على المبعوث رحمه للعالمين حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومنكر ولاية أمير المؤمنين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كافضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد فعال لما تريد وصل اللهم على جميع الانبياء والمرسلين والائمة الطاهرين لا سيما الإمام صاحب الأمر والزمان إمامنا وولي أمرنا وولي نعمتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه أجمعين وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدق الله العلي العظيم نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة في يوم عقد إمامة إمامنا أمير المؤمنين والأئمة الأحد عشر لا سيما إمام زماننا ونهنئ جميع العلماء والسادات والأشراف شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا الأحبة الأعزاء المستمعين والمشاهدين إلى هذه الكلمات وهذه المحاضرة في خدمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة ألف وأربعمائة واثنين وأربعين للهجرة من مسجد الإمام الرضا في منطقة ولونغون في نيو ساوث ويلز في استراليا ونحن نعيش في هذه الايام ايام الوباء الذي انتشر وفشى في العالم كله واصاب منطقتنا وبلدنا في بلداننا الاصليه وبلداننا الاخرى الفرعيه كما في استراليا ونحن الان نعاني من هذا الوباء ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعه ويرفع البلاء عن المؤمنين خصوصا الموالين لاهل البيت وعن الناس جميعا فلذلك صارت واضطررنا ان تكون محافلنا عن طريق الانترنت وعن طريق نعم، بشكل غير مباشر عن طريق الاونلاين كما يقال يعني عن طريق الانترنت ونحن نعيش في هذه الايام ايام الوباء ترى الناس مجتهدين في كيفية ابعاد هذا الوباء عنهم مجتهدين في كيفية منع هذا الوباء عنهم وخوف ان ياتيهم هذا الوباء وان يتفشى وان ينتشر هذا الوباء فاخذوا يبحثوا عن حلول لكي يواجهوا هذا المرض، يواجهوا هذا الوباء. من احدى الحلول التي نعم طرحت ومنظمه الصحه العالميه قد حثت الشركات والمؤسسات الفكريه والعلميه انه يجعلوا نعم لقاحا يقيهم من هذا الوباء. لقاحا يقي الأبدان يقي الأجسام يقي الناس من هذا الوباء وشوف كل الناس بمختلف طبقاتهم مهتمين إلى هذا الأمر وهو أمر لا بأس به أن الإنسان يحافظ على نفسه يحافظ على جسده يحافظ على صحته وهذا أمر لا بأس به وجيد في نفس الوقت ولكن المحافظه على الفكر والمحافظه على العقل والمحافظه على العقيده تاتي في مرتبه اعلى من المحافظه على الجسد ومن المحافظه على الجسم وعلى الاعضاء الماديه لان الذي يسير الانسان لان الذي نعم يقود الانسان الى الحياه والى العيش في اوساط المجتمع هو العقل هو الفكر هو الايديولوجيه التي يحملها في فكره وفي عقله ولذلك اذا كان العقل سليما يفكر بشكل صحيح يخرج النظريات الصحيحه نعم يفكر بشكل جيد لسعاده المجتمع ولسعاده البشر شوف هذا البشر اذا كان الذي يقودهم العقل ويقودهم التعقل والتفكر والحكمه يصبح هذا البشر نعم على طريق صحيح نحو السعاده في الدنيا والاخره والعكس بالعكس اذا لا سامح الله هذا العقل هذا الفكر هذه الايدولوجيه اصبحت ماديه اصبحت انتفاعيه اصبحت لا تفكر الا بالماده اصبحت لا تفكر الا بالمنفعه فانه تؤدي الى انه تخلق من المجتمع مجتمعا متوحشا مجتمعا كاشبه بالغابه القوي ياكل الضعيف وهذا الخطر وهذا خطر كبير نعم يؤدي باهلاك مجتمع باكمله اذا فسد العقل وذهبت الحكمه ومرض الفكر والعياذ بالله ولذلك امير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام قد جسد هذا المعنى بهذه الكلمات النورانيه وهي مقدمه ان شاء الله ندخل الى مبحثنا في الغدير لكن امير المؤمنين جسد هذا المعنى قال ما لي ارى الناس اذا قر اذا قرب او قرب اليهم الطعام ليلا تكلفوا اناره المصابيح، يشوف شنو هذا الاكل اللي جاي يعطوه يعني هذا اكل جيد اكل مسموم أو اكل صحيح صحي آه نعم يتمكن ياكله تكلفوا اناره المصابيح ليبصروا ما يدخلون ما يدخلون بطونهم يشوفون شنو جاي يدخل الى بطونهم ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم أتعجب يقول أتعجب من الناس تشوفه يفتش عن كل أكلة صحية عن كل طعام جيد عن كل شيء نعم حتى يدخل الى بطنه ينفعه ولا يضره يقول اتعجب لا يراعي المعلومات التي تدخل الى عقله لا يراعي كيف يسلم عقله من خطر الجهاله ومن خطر نعم المعلومات المغلوطه وغيرها يقول أن يقول الامام الحسن عليه افضل الصلاه والسلام هذه الكلمات المشهوره عجبت لمن يتفكر في ماكوله. عجبت لمن يتفكر في ماكوله كيف لا يتفكر في معقوله. فيجنب بطنه ما يؤذيه، يجنب بطنه ما يؤذيه، لكن ويودع صدره ما يرديه والعياذ بالله ولذلك إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام لما يفسر هذه الآية القرآنية المباركة في سورة عبس وتولى فلينظر الإنسان إلى طعامه الإمام قال ليس المقصود نعم كل القصد إلى هذا الطعام المادي فقيل ما تفسيرها يا ابن رسول الله فقال صلوات الله وسلامه عليه قال تفسيرها: فلينظر الانسان الى العلم الذي ياخذه ممن ياخذه، يعني انت العلم منين تاخذه؟ ولذلك هذا العلم يجب ان تاخذه من منبعه، يجب ان تاخذه من مصدره، "قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين"، والماء المعين هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا سيما خاتمهم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه إذا ونحن في هذا اليوم اليوم المفصلي يوم غدير خم يوم مهم ويوم عظيم جدا ويوم تعيد فيه الملائكة في السماء كما تعيد فيه وتستبشر فيه الانبياء في الارض منذ ادم الى نبينا والى اليوم والى ظهور الامام نعم هذا اليوم هو يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور وما من نبي بعث الا وقد عيد بهذا العيد يعني اخوتي المؤمنين المؤمنات عيد الغدير مهم مهم جدا جدا مهم عليك ان تعرف هو الفاصل بين الحق والباطل عيد الغدير. عيد الغدير هو الفاصل بين العلم والجهل. عيد الغدير هو الفاصل بين النور والظلام ولذلك اهل عيد الغدير هم اهل البصيره. اهل عيد الغدير هم اهل العلم. اهل عيد الغدير هم اهل النور والمقابل نعم جهل وظلام وباطل ولذلك الشيعه الذين يعرفون عيد الغدير الذين يعطون اهميه لعيد الغدير الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام يعبرون عنهم انوار خلقوا نعم من نور ولايتنا شيعتنا خلقوا من طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون انفسهم واموالهم فينا. انا عندي روايات كثيره في اهميه هذا اليوم، عيد الغدير مهم جدا لذلك احنا لازم نعتني به، الشيعي الموالي نعم المحب لرسول الله الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وامير المؤمنين واهل البيت عليه ان يعتني بهذا اليوم يوم عيد الغدير كما كان الائمه يعتنون يعني اشوف لك هذه الروايه اعطيك اياها عن الامام الرضا عليه السلام واحد يقول الفياض بن محمد بن عمر الطوسي يقول دخلت على الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عند جماعة من خاصته قال لهم الإمام أبقوا للأفطار يوم غدير خم ها يعني يوم غدير خم يستحب فيه الصيام راح تجينا رواية أخرى وقد قدم الإمام هم موجودين عنده بعث بالهدايا إلى منازلهم قدم إلى منازلهم الطعام والبر والصلات والكس والكس والكسوة حتى والكسوة حتى الخواتيم والنعال يعني كل شيء الإمام أعطاهم هدايا ثمينة نعم وكثيرة ما نسي شيء من الهدايا إلا وبعث إليهم وقد غير أحوالهم وأحوال حاشيته وجدد آلته غير الاله التي جرى الرسم بابتذالها قبل يومه وهو يذكر الامام فضل هذا اليوم وقدم هذا اليوم المهم ولذلك ورد انه يدخل رجل على الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام الحسن بن راشد يقول للامام الصادق جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين الفطر وعيد الاضحى مشهور اكو عيد لهم غير هذين العيدين فقال عليه السلام نعم نعم يا حسن بن راشد نعم يا حسن اعظمها واشرفها قلت واي يوم هو فقال عليه السلام هو يوم نصب فيه امير المؤمنين فيه علما للناس قلت جعلت فداك وما ينبغي لنا ان نصنع فيه احنا الشيعه شو نسوي؟ شنو لازم نسوي في هذا اليوم؟ انتبهوا اخوتي المؤمنين والمؤمنات حديث الامام الصادق يعلمنا ماذا نفعل في هذا اليوم؟ قال عليه السلام تصومه يا حسن وتكثر الصلاه على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بعد وتبرأ إلى الله ممن ظلمهم يعني ولاية وبراءة من أعداء أهل البيت تتبرأ ممن ظلمهم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لهم اللهم لعنهم جميعا نعم اولئك ومن لف لفهم واتباعهم وسار بسيرتهم وابتعد عن وصي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم لذلك نحن نحث المؤمنين ان يستشعروا هذا اليوم فهو يوم عظيم يقول الإمام الصادق عليه السلام تصومه وتكثر الصلاة على محمد وآله وتتبر إلى الله ممن ظلمهم فإن الأنبياء كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيدا ولذلك نعم عندنا روايات أن نبي الله موسى أما لما أقام وصيه يوشع بن نون فأمره أن يتخذ ذلك اليوم عيدا ونبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لما أقام شمعون وصيا له أمره أن يتخذ ذلك اليوم عيدا قال قلت فما لمن صامه قال عليه السلام: صيام ستين شهرا، يعدل صيام ستين شهر ولذلك الامام الصادق بعد يحدد اكثر يقول اعظم الاعياد واشرفها يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجه غدا وهو اليوم الذي اقام فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين ونصبه للناس على ما قال الراوي قلت ما يجب علينا في ذلك اليوم قال يجب عليكم صيامه شكرا لله وحمدا ومن صامه كان له أفضل من ستين سنة إذن هو يوم مهم وشريف وعظيم وعيد كبير ومهم من اول من فرضه كعيد وحث الناس على التهنئه فيه يعني واجب عليك انت تاسيا بمن نعم تقتدي ان تهنئ يعني التهنئه واجبه غدا من اول من قام بالتهنئه هو رسول الله صلى الله عليه واله والروايه موجوده في مصادر المسلمين عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يوم الغدير لما اكمل مراسيم امامه امير المؤمنين وخلافته وولايته بعد ما اكمل قال: هنئوني هنئوني إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص أهل بيتي بالإمامة فلذلك هم يقولون أول من قام بالتهنئة الشيخان هكذا جاء وقال هنيئا لك يا علي طوبى لك يا علي رواية بخ بخ لك يا علي أصبحت وأمسيت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة ولذلك القرآن الكريم يعظنا بهذه الموعظة أصل الدين تمام الدين كمال الدين هو ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، عيد الغدير مهم، رسول الله كان يجلس، نعم امر بانه يجعل عيدا، امير المؤمنين كان يتخذه عيدا وهناك خطبه له صادف يوم الجمعه ويوم الغدير لما كان في الكوفه خطبه له مفصله الإمام الحسن الإمام الحسين الأئمة كلهم كانوا يتخذوه عيدا ولذلك الشيعة اتخذوه عيدا وعدنا روايات استحباب أن تدخل السرور على عائلتك نعم الحلوى الثياب الجديدة الهدايا الدرهم الذي تعطيه يعادل كذا ألف درهم كله في سبيل نعم هذا الأمر المهم هو الذي هو ولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام. الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام يوم من الايام واحد من اصحابه اللي كان يكرون الجمال فيقول جئت بالامام الصادق من المدينه الى مكه لما وصلنا الى منطقه الجحفه الامام التفت الى اليسار يعني إلى منطقة الغدير غدير خم بين الجح قريب الجحفة عن مكة وصل قبل الجحفة هناك منطقة غدير خم يعني منطقة ماء نهر صغير يسمى غدير تجمع فيه الإمام نظر وإذا به يطيل النظر ويتأمل هذا الراوي يقول قلت له سيدي إلى أين تنظر قال أنظروا إلى تلك البقعة هناك منطقة غدير خم يعني الأئمة دائما غدير في هواجسهم وشعورهم ويردون الناس دائما يعيشون قضية غدير خم لأنه نعم اليوم الذي هو فصل بين الحق والباطل ولذلك نظر الإمام قال كأني أنظر إلى الجمع ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف يعني الإمام تنكشف له الأمور وقد أخذ بيد علي بن أبي طالب وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه وأرى جمعا من الناس ينظرون إلى رسول الله وهم مستهزئون أحدهم يقول للآخر انظروا إلى رسول الله انظروا إلى نعم يجيبون اسمهم كيف تدور عينه وكيف يحدق بابن عمه وقد رفع يده وقد شغف بابن عمه وجن بابن عمه فاعتبروا رسول الله انه هذا الامر نعم جنون من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالامام قرا هذه الايه القرانيه المباركه قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه الواحده هي ولايه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام فلما نظر الإمام وإذا بهم ينظرون قال هكذا كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية القرآنية في حقهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لما سمعوا الذكر، لما سمعوا بولاية أمير المؤمنين، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين، يوم غدير خم يوم مهم، يوم عظيم، ولذلك جبرائيل ما أراد رسول الله أن يتأخر. فقال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين فالنبي خطب خطبه عظيمه عصماء بين فيها الدين وشرائع الدين ثم بين فيها فضائل امير المؤمنين وبين فيها ان الامام بعده الحسن والحسين وبين فيها ان الائمه تسعه معصومين من ذريه الحسين عليه افضل الصلاه والسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توجه الى الناس وقال لهم معاشر الناس اني أه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: معاشر الناس انكم اكثر من ان تصافقوني بكف واحد في وقت واحد. يعني في وقت واحد ما تتمكنون ان تصافقوني، لكن راح اعطيكم فرد امر في نفس الوقت تبايعوني وتبايعون علي بن ابي طالب وقد امرني الله عز وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلي أمير المؤمنين ولمن جاء بعده من الأئمة مني ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وكان الجمع أقل رواية ثمانين ألف أكثر رواية مئة وعشرين ألف فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله فقولوا باجمعكم احنا هم نردد مع رسول الله ونبايع رسول الله ونبايع امير المؤمنين انتم في منازلكم قولوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا اردد هذه الكلمات انا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك في امر امامنا علي امير المؤمنين ومن ولد من صلبه من الائمه نبايعك على ذلك بقلوبنا وانفسنا والسنتنا وايدينا على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث ولا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نجحد ولا نرتاب ولا نرجع عن العهد ولا ننقض الميثاق وعظتنا بوعظ الله في علي امير المؤمنين والائمه الذين ذكرت من ذريتك من ولده بعده الحسن والحسين ومن نصبه الله بعدهما فالعهد والميثاق لهم ماخوذ منا من قلوبنا وانفسنا والسنتنا وضمائرنا وايدينا ومن ادركها بيده والا فقد اقر بلسانه ولا نبتغي بذلك بدلا ولا يرى الله من انفسنا حولا نحن نؤدي ذلك عنك الداني والقاصي من اولادنا واهالينا ونشهد الله بذلك وكفى بالله شهيدا وانت علينا به شهيد هكذا اخذ البيعه منهم وقالوا باجمعهم ثم نعم النبي صلى الله عليه واله بعدما قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيثما دار نزل من على المنبر وأنزل نعم المنبر كان من حدوج الإبل وأنزل علي بن أبي طالب وأفرد خيمة لعلي بن أبي طالب وأمرهم بالبيعة لعلي بن أبي طالب فدخل المسلمون أجمع ثم انتهى الرجال أمر نسوته نساءه أن يدخلوا على علي بن أبي طالب ويعلن البيعة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى تكتملت اكتملت البيعه فلما اكتملت البيعه نزل الامين جبرائيل على قلب رسول الله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقام حسان بن ثابت وقال يا رسول الله اتاذن لي ان انشد وان انظم نعم ابيات في هذا المعنى قال تفضل يا حسان فقام حسان بن ثابت وقال يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك إلا الأعاديا ولا تخش هناك الأعاديا فقام به اذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا فقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا الهك مولانا وانت ولينا ولن تجدا فينا لك اليوم عاصيا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا اللهم والي وليه وكل الذي عاد عدي عليا معاديا فيا رب انصر ناصريه لنصرهم امام هدى كالبدر يجلو دياجيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والثابتين على ولايته والعاملين بولايته والنعم المقتدين بسيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه وأن يجعلنا من المنتظرين للامام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه نعم اقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين اولا واخرا واسعد الله ايامكم وايامنا